اللحمة اللي هي كفتة اللحمة، يعني نص كيلو لحمة مفرومة، بشر ليمونة، شبت، بصلة مبشورة، بهارات مشكلة، للحشو جزر مخرط، زيتون مخرط، شبت مخرط. اوكي دي سهله خالص. ايوه ايه ده؟ ماشي لسه نبتدي لو سمحت. هاجي عشان اخلي كل حاجه. طيب قولي بقى احط لك ايه؟ عايزه تخلطي ايه مع ايه؟ عايزه الاول البصله، بعدين نحط معاها اللحمه. بصله ونحط معاها الخضره. خضره اللحمة. طب لما لا يتضربوا الاول يا شيخ، يتضربوا الاول مع بعض عشان ما يبقوش مكلكعين في اللحمه. اهو اهو برافو. ماشي نحط اللحمة المفرومة الحلوة ونخلط كله مع بعض. اوكي يلا بينا. احكي لي كده وانا بضرب. انا حطيت البصل والشبت واللحمة، ممكن بقى من هنا نحط البهارات. افتح لك هنا. يلا هتحطي ايه؟ بشر الليمون والبهارات. بشر الليمون والكزبرة. بس خلاص. وملح وفلفل. ايه ده؟ ملح. عايزاها ناعمة قوي؟ لا ما لازم تبقى ناعمة على خشن كده. لازم تبقى ناعمة قوي. ناعمة قوي؟ هنا ضربة واحدة. الكفتة بتاعي. نحط بقى هنا الزيتون. انقلها لك هنا في العلبة دي؟ المكر لو سمحت. الزيتون والجزر والشبت. شويه من الفلفل الاسود. عملنا ايه بقى حضرتك؟ حطيت هنا زيتون مخرط، زيتون مخلل مخرط، وجزر مخرط، وشبت، وفلفل اسود، ورشه ملح صغيره بس كده. هنخلط دول كده اهو. اللي هما ايه؟ معلش قوليهم لي. زيتون زيتون اخضر مخرط، جزر مخرط، شبت مخرط، ملح وفلفل، وبس كده. دلوقتي بقى هنعجن دي كويس، نقلبها. نحط عليها حاجة؟ لا خلاص، من حاطين بقى هنا حاطين بقى. اوكي اعمل لك صوص الليمون؟ احط ايه في على النار هنا اهو؟ هتحط الليمون اول ما يغلي. احط الليمون. هنعملها زي ما نكون بنعمل الكوب. طيب حط عليه. هنحط الكريمة، بس الكريمة على الواطي قوي عشان ما تقطعش شريط. طيب تشيل كده وتقلب وانت بتحطها. هنعمل هنا الكفتة زي ما بنعمل الكبيبة بالظبط، بنعملها كده زي كورة مقورة من النص. بعدين هنحط الحشو. احط معاها ايه دي بقى؟ زبدة؟ لا لسه، هتفضل تقلب لغاية لما هي تعلم على حرف معلقة. اوكي بس كده. وهترصيها هنا في الصاجة دي؟ ايوه. هترش الفرن. ندهن هنا الصاجة زيت، هبقى هرص الزيت في الاخر. اوكي قول لنا معلش الحشو مره ثانيه. طيب الحشو ده جزر وزيتون وشبت، ملح وفلفل. اوكي وهنا هنا وبنقور ال وانا هنا بخلط ايه مع ايه؟ الكريمه مع الليمون. كريمه مع لغايه لما يبقوا زي الكريمه. لما تبقى تتخن كده. بص شريف، يا اصل المفروض تعمل على واطي قوي عشان ما تتخنش. معلش لو عندك معلقه سباتشول تقلب بيها احسن من ده. عشان تشوف انها هتعلم على. بص لما تعمل كده. فهمت. بس عشان انا خليتها تغلي فده ممكن ما يحصلش. ما يحصلش. فنحط الزبده.
المفروض تتحط حته يعني حته حته، لكن خلاص حطها كلها. طب انتوا في البيت هتحطوا حته حته مش كلها مع بعض؟ هنا عشان احنا برنامج وكده في حاجات بتضطر. هتحط هنا ملح وملح ملح وفلفل. اوكي دي ملح وادي فلفل ونقلب. اوكي وبعدين بقى الصوص ده بنحطه امتى بقى؟ بعد ما تطلع من الفرن. بعد ما تطلع من الفرن بتاخد حوالي ساعه الا ربع. ساعه الا ربع بدرجه حراره ايه؟ 180. طيب يبقى احنا هنسيب بقى ده يتقلب ونحط دي في الفرن. ايوه ونسيبها قد ايه قلتي حضرتك؟ ساعه الا ربع. الا ربع تطلع وهي سخنه نحط عليها الصوص ده؟ لا الصوص هيبقى بارد. الصوص هيبقى هي بارد. سخنه والله ما يجلدش. يا اما ده يا اما ده يعني حاجه زي ما بنعمل الكنافه كده، حاجه بارده وحاجه سخنه. اوكي فهمت. طيب